مادة التربية الإسلامية الصف العاشر الجزء الأول. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدرس 24 تطبيقات على الوقف 3. أتلو وأطبق من الصفحة 102 إلى الصفحة 104. سورة الأعراف الآيات الكريمة من الآية 65 إلى الآية 79. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق الله العظيم. أتدرب. أولا، أستخرج من الآيات الكريمة السابقة مثالا واحدا على كل مما يأتي. ألف، الوقف الاختياري التام، فراغ. باء، الوقف الاختياري القبيح، فراغ. السؤال الثاني، أبين أي الكلمات التي تحتها خط في الجدول الآتي يعد الوقف عليها وقفا حسنا. الآية الأولى، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق الله العظيم. هناك خط تحت كلمة هودا. نعم فراغ، لا فراغ، التعليل فراغ. قال تعالى الآية الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا. صدق الله العظيم. هناك خط تحت كلمة مؤمنين. نعم فراغ، لا فراغ، التعليل فراغ.
الآية الثالثة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صدق الله العظيم. هناك خط تحت كلمة الرجفة. نعم فراغ، لا فراغ، التعليل فراغ. التلاوة البيتية. أرجع إلى المصحف الشريف سورة المائدة ثم أقوم بما يأتي. أولا أتلو الآيات الكريمة من الآية 72 إلى الآية 86 مراعيا ما تعلمته من أحكام التلاوة والتجويد. ثانيا أوضح نوع الوقف على كلمة الحق التي وردت في الآية 77. تم الدرس أعزائي.